ما إن دخل شهر رمضان إلا ونشوف حلويات ما نشوفها إلا خلال الشهر الفضيل، فلماذا نكثر من الحلويات؟ المختصر المفيد تواصل وبحث واستشف آراء المختصين، ويرجح المختصون أسباب الإفراط في تناول الحلويات من قبل البعض في رمضان إلى زيادة الشعور بالحاجة إلى السكريات كرد فعل للجسم بعد أن كان معدل السكر طوال وقت الصيام منخفضا، بينما هنالك فئة أساسا تعشق تناول الحلويات بكثرة في رمضان وغيره، وهذه الفئة تكون أكثر عرضة لاكتساب الوزن الزائد مع مرور الزمن، ويعمد البعض إلى تناول كميات كبيرة من السكريات خلال فترتي الإفطار وما قبل السحور، وهذا ما يرفع معدلات السعرات الحرارية، ويزداد الأمر سوءا إذا كان الفرد خاملا ولا يمارس أي نشاط رياضي، وبالتالي ترتفع كمية السكر في جسده وتهدده بالعديد من الأمراض التي تبدأ بزيادة الوزن وتنتهي بزيادة فرصة الإصابة بداء السكري النوع الثاني. بالمختصر المفيد، حاول تقلل السكريات والحلويات، انت مفروض تصوم وتنظم صحتك يا اخي، مش تزيد نفسك امراض. والله هم اني صايم. طابت اوقاتكم.